تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. سيداتي سادتي إخوتي أخواتي، كان لنا لقاء عبر البالتوك مع إخوة وأخوات من بلاد مختلفة، يعني من اللهجة يستطيع الإنسان أن يعرف أن بعضهم كان من لبنان، آخرين من مصر، آخرين من فلسطين، ولكن مهاجرين إلى الويلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بتعرفوا اليوم إنه عالم الإنترنت جعل من العالم قرية صغيرة، بل غرفة صغيرة يلتقي فيها أبعد الأباعد. فشكرا لله على هذه التكنولوجيا التي توحد بين البشر. أحد الإخوة وأحسبه لبنانيا ولا أدري أين يقيم، أحييه على فكرة عبر الأثير لحسن نيته واستعداده لتقبل كلمة الله بقلب طاهر. شكى لي على البالتوك من الانقسامات، بقول لك في كثير انقسامات في المسيحية. تفضل، أي الانقسامات؟ الانقسامات بين الكاثوليك والأرثوذكس، انقسامات بين الكاثوليك والأرثوذكس أقصى حد أنتجت كنيسة كاثوليكية واحدة على رأسها قداسة البابا. وعندنا انقسام نقول في الكنيسة الأرثوذكسية. طبعا هذا الانقسام يقل يوما بعد يوم لأن هنالك تقاربا كبيرا. عندنا انقسام في سنة 449 الأخبار الأرثوذكس، لحقهم السريان والأرمن 451 في مجمع خلقيدونيا، وبعد ذلك الانقسام الكبير بين روما والقسطنطينية في أعتقد في 16 من تموز سنة 1054. ونقدر نقول إنه في أيضا الكنيسة الأشورية القديمة the old Assyrian church. يعني بالعربي الخلاف بين روما والقسطنطينية 1054 أكثر خلاف إداري. من هو الحبر الأعظم؟ هل هو أسقف روما أم هو أسقف روما الثانية بطريرك القسطنطينية الذي يحمل منذ القرن الخامس الميلادي لقب البطريرك المسكوني، البطريرك المسكوني. هنا كان يظن انه اخواننا اشقائنا الاقباط والسريان والارمن والاحباش الارثوذكس كان يظن انهم مونوفيسيتي، يعني انهم يؤمنون فقط بطبيعه واحده في المسيح. من نصوصهم الليتورجية ومن التفاهم الكبير الذي حصل خصوصا قبل 20 سنة في مصر اتضح أنه عندهم نفس عقيدة كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية وسائر الكنائس البيزنطية الشرقية اللي هي عددها أعتقد 14 كنيسة، يعني 14 بطريرك غير رؤساء الأساقفة الموجودين مثلا في قبرص واليونان. منيح؟ بل عندنا الأشوريون القدماء، ممكن هذول يكونوا نسطوريون أو نصاطرة، يعني عندنا في أسوأ احتمال لأنه ما عندناش وقت الآن نوضح أكثر، عندنا في أسوأ احتمال أربع كنائس. طبعا هنا ممكن أنه كنيسة الروم الأرثوذكس تقول لا، لقب أرثوذكس هذا أحتفظ فيه أنا فقط، ولكن آخرين سموا حالهم أيضا أرثوذكس. أرثوذكس يعني مستقيم الرأي. لاحظوا على الكلمتين كاثوليك وأرثوذكس هما في الواقع كلمتان يونانيتان.
الكنيسة هي كاثوليكية يعني جامعة، وإيمانها أرثوذكسي. أرثوذكسوس. إذن في الواقع كاثوليكي أرثوذكسي هذول صفتين لنفس الكنيسة. الكنيسة جامعة وإيمانها قوي. الآن طبعا في عنا تقارب بين الكنيستين، وبدناش ننسى انه من كل هاي الكنائس تقريبا في صار في حركة وحدوية سموها يونيتزم او اونيتزم، حركات اتحادية انه يعني اتحدوا مع الكنيسة الكاثوليكية، يعني في روم ارثوذكس اتحدوا مع الكنيسة الكاثوليكية محافظين على الطقس البيزنطي، بنسميهم روم كاثوليك، سريان ارثوذكس صاروا سريان كاثوليك، ارمن ارثوذكس صاروا ارمن كاثوليك، اقباط ارثوذكس صاروا اقباط كاثوليك، يعني تشوفوا انه الاتحاد ممكن، ولكن طبعا في اول الطقس البيزنطي ماذا نصلي؟ تكريو ذي ثومن الى الرب نطلب من اجل كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع الى الرب يعني اسوأ احتمال. الناس نطول عليكم، عندنا اربع كنائس او خمس كنائس، هاي اسوأ احتمال، يعني خمس انقسامات. طيب الحركات الاحتجاجية بروتستانت اخذت هذا الاسم سنة 1529 في أوغسبورغ في ألمانيا، أو هذا لقب أطلق على إخواننا هدول اللي طبعا بيرفضوا الخلافة الرسولية. هون في عنا سلطة كنسية، السلطة الكنسية هاي بابا بطريرك أسقف كهنة شمامسة وطبعا الشعب المؤمن، في عنا هون سلطة كنسية هرمية، وعشان هيك ما بصير فيه انقسامات زيادة، خلص هاي الانقسامات لا تزيد بل تنقص، وبعدين بصير كثير تقارب بين الكنيسة الكاثوليكية وشقيقتها الأرثوذكسية. مثلا في إيطاليا الكاهن الكاثوليك بيعطوا كنائس لأشقائنا الأرثوذكس اللي جايين من رومانيا ولا من بلغاريا على أساس يصلوا فيها، وأحيانا بيهدوهم كنائس إلى آخره. يعني مثلا في الطقس اللاتيني بإمكاننا نقول زي عند إخواننا الروم الكاثوليك المنبثق من الآب من دون والابن، ليش؟ لأنه الآب والابن واحد، أنا والآب واحد. طيب ماذا حصل منذ سنة 1520؟ أو في الواقع تمرد الراهب الألماني وكان كاهن كاثوليكي مارتن لوثر على الكنيسة سنة 1517. الآن بغض النظر عن الأسباب، بغض النظر عن طبعا في ناس ببرروا هذا بأمور ثانية، مش هذا اللي بدنا نسأل عنه، كما لا نتطرق إلى حياة مارتن لوثر الشخصية ولا إلى كتاباته، بل في الواقع إلى أحد كتاباته. إذن سنتطرق إلى أحد كتاباته، يعني أحد النصوص التي كتبها، ولكن قبلها خلينا نشوف شو مبدأه. The free reading يعني أو the free examination of the Holy Scriptures، الفحص الحر للكتاب المقدس، يعني يحق لكل إنسان تفسير الكتاب المقدس، يحق لكل إنسان تفسير الكتاب المقدس. طبعا هذا مخالف لما ورد ضد، يعني ما خالف ورد في رسالة القديس بطرس الثانية فصل 1 آية 20، واعلموا قبل كل شيء أنه ما من نبوة تأتي في الكتاب تأتي بتفسير فرد من الناس. المرحوم الكاهن مارتن لوثر حكى العكس بالضبط، يجوز لكل إنسان تفسير الكتاب المقدس ما
ماذا حصل؟ قبل ما يتوفى مارتن لوثر كان صار في 43 حركة، 43. طيب الكنيسة كلها الكاثوليكية ظلت واحدة. اللي أرادوا أن يصححوها أو يصلحوها أو يجددوها من سنة 1520، نفس 1520 انشق عن مارتن لوثر واحد ألماني نجاد، يعني فراش منجد وكاهن، واحد اسمه توماس مينزر، هذا الكاهن، والفراش المنجد اسمه نيكولاوس شتوش، ورفضوا نبذوا تعميد الأطفال وصاروا يعيدون معمودية البشر اللي كانوا متعمدين هم صغار سنة 1520 في تسفيكاو أو تسفيجن، بعرفش كيف أقرأها، تسفيكاو أو تسفيشاو. نفس السنة التي حرم فيها مارتن لوثر من الكنيسة بالبراءة البابوية قم يا رب اكسورجي دومينيك، نفس السنة تمرد عليه توماس مينزر نيكولاوس شتوش. على فكرة نفس السنة حذف أندرياس بودنشتاين الملقب بكارلشتات أقسام كثيرة كتب من العهد القديم كانت وقتها في اللغة اليونانية وليس العبرية، طوبية يهودية يشوع بن سيراخ سفر الحكمة نبوة باروخ كتب المكابيين والأقسام اليونانية الموجودة مثلا في سفر دانيال وغيره. هذا هو كارلشتات سنة 1520. ماذا حصل أيها الأحباء؟ هل بقي عندنا كنيسة واحدة لوثرية؟ طبعا هو بطل في خلافة رسولية لأن مارتن لوثر كان كاهن لم يكن أسقفا، إذا فيش رسالة كهنوتية. كثرت الحركات وزي ما قلنا 43 حركة، مما جعل مارتن لوثر نفسه يشكو في كتاباته طبعة فايمر، بيقول فيها إن هنالك بدعا بقدر ما تجد من رؤوس، قد ما في بشر قد ما في بدع، وما من أخرق أحمق إلا يتوهم أنه تلقى وحيا من روح القدس فيقوم نبيا حالما يحلم بشيء أو يتخيل شيئا. هذا مين؟ كتابات مارتن لوثر في طبعة فايمار قبل وفاته 43 بدعة. من هذاك الوقت لليوم بإمكانكم تزيدوا صفرين. إذا بس بدنا نحاول نتذكر مع بعض، إخواننا البروتستانت أكم من جماعة في دينومينيشن، نبدأ باللوثريين، الأنجليكان، الميثودست، المشيخيين، شو كمان في جيش الخلاص سالفيشن أرمي، هذول على فكرة فيش عندهم حتى معمودية، حتى معمودية سالفيشن أرمي ما فيش عندهم. بعدين عندنا الفئات المعمدانية، عندنا الفئات البنتكوستال، هذا طبعا لسه بدون ما نذكر الفئات اللي خرجت عن المسيحية، طبعا نحكي عنها بكل احترام، ايضا دائما احترام ومحبة، بس نحكي عن الفئات المعمدانية والسبتية والخمسينية وغير، زي ما قلنا Church of God, Assembly of God, Universal Church of God وإلى آخره, The United Church, The Uniting Church, The Friends مثلا اللي أسسهم جورج فوكس وغيره. يعني كل هاي، إذا معك حق يا أخي العزيز من لبنان إنك تشكو من الانشقاق اللي بين كاثوليك وارثوذكس، ولكن شوف هاي الفئات. لسه ما حكيناش عن شهود يهوه مثلا، على فكره شهود يهوه هذا فرع واحد من ما لا يقل عن 13 فرع
تفرعوا أو انشقوا عن الأمريكي الإسكتلندي تشارلز راسل 1852 إلى 1912، ومن آخر الانشقاقات انشقاق فرانس هذا اللي كان ابن أخو، يعني ريموند فرانس هو ابن أخو رئيسهم السابق. إذن بطلق هذا غير ما يسمى بكنيسة الملكوت. أنا زرت هاي كنيسة الملكوت في شمال إيطاليا، غير حركة فرايتاغ أو فرايتاغ السويسري أصدقاء الإنسان، كل هدول انشقوا أو تفرعوا عن تشارلز راسل. إذن أيها الأحباء، هاي هي الانشقاقات وما هي الحركة المسكونية. قالها السيد المسيح: يكون بأجمعهم واحدا، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. وشكرا لإصغائكم.